هداف الهلال، حاسم الهلال، المغير بنتائج الهلال، حسم الهلال الجديد. نواف العابد بعد كرة عرضية رأسية توصلي جالك نواف العابد، مشهد السعادة والفرح دائما عنوان نواف العابد في المباريات الأخيرة. هدف هلالي، هدف هلالي، راسم الرسمة لنواف العابد، له شخصيا، لشخصية ممكن كرتونية اسمها نواف العابد أم ماذا؟ شوف الكرة الماضية، عبد الله الزوري جميلة، رأسية وسلي الهداف، إبعاد، لكن هذه ما لها حل، هذه ما لها حل، نواف العابد بهذه التسديدة ما لها حل، أخطأت دفاعات الاستقلال بنفس الطريق أو سجل نواف العابد، نفس الغلطة، نفس الغلطة من جفاد نيكو نام لاعب فريق الاستقلال، نفس الطريقة.